بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية سنة أولى إعدادي، نستأنف مع الصفحة رقم 122. كنا قد توقفنا عند السؤال رقم 4، لي بغوي سون دي زاليمون دوغدا أوديتيف غولوف لي زوطخ زاليمون دوغدا فيزويل أو تاكتيل. لي بغوي سون دي زاليمون دوغدا أوديتيف غولوف لي زوطخ زاليمون دوغدا فيزويل أو تاكتيل. إذا لي بغوي، طبعا نتكلم عن لي بغوي الأصوات التي تطرقنا لها فيما سبق. إذا لي بغوي سون دي زاليمون دوغدا أوديتيف، إذا نتكلم عن الأصوات بأنها مصنفة كما نقول في ترتيب سمعي، أو أنها من صنف سمعي، أو أنها ببساطة سمعية. إذا نتكلم عن دي زاليمون دوغدا أوديتيف، نتكلم عن عناصر يعني كما نقول من صنف سمعي أو من ترتيب سمعي، أو ببساطة أنها عناصر سمعية. لي بغوي سون دي زاليمون دوغدا أوديتيف، إذا نتكلم عن الأصوات بأنها سمعية. طبعا بالشكل الذي رأينا فيما سابق تكلمنا عن لي بغوي برودو باغ دي زاليمون دو لا ناتور، إذا نتكلم عن أصوات تأتي من عناصر طبيعية. ثم لي بغوي برودو باغ دي زانيمو أو دي زوم، إذا نتكلم عن الأصوات التي تنتجها الحيوانات أو الإنسان، نتكلم عن أنواع من الأصوات. إذن هذا الذي تعنيه هاد العبارة لي بغوي سون دي زاليمون دوغدا أوديتيف، نتكلم عن الأصوات بأن عناصر سمعية. ثم غولاف لي زوطخ زاليمون دوغدا فيزويل أو تاكتيل، إذن استخرج عناصر أخرى من ترتيب مرئي أو أنها من نوعية مرئية أو تاكتيل أو ملموسة، يعني كما نقول رؤيوية أو لمسية. إذا نتكلم عن العناصر الأخرى التي لها علاقة بالرؤية بالعين أو لها علاقة باللمس باليد أو بالأصابع، إذا غولاف لي زوطخ زاليمون دوغدا فيزويل أو تاكتيل. إذا أخذنا النص مثلا غوغاردا أوتور دو لوي، غوغاردا أوتور دو لوي يعني أنه نظر حوله كما شرحنا قبلا، غوغاردا أوتور دو لوي يعني أنه نظر حوله. إذا المقصود هنا الأمر يتعلق بالنظر ومتعلق بالعين، نتكلم هنا عن دي زاليمون دوغدا فيزويل. ثم عندنا بعد هذا لا لونغ شوني دو ليميير بلونش سيفاسا دون اون كوب، إذا نتكلم عن السلسلة الطويلة من الأضواء البيضاء سيفاسا دون اون كوب يعني أنها تنمحي في قوس، تنمحي في قوس. عندما نتحدث هنا عن هذا المشهد فنحن بطريقة غير مباشرة نتحدث عن الرؤية، نتحدث عن دي زاليمون دوغدا فيزويل. ثم بعد هذا عندنا كولي على بغوين لو سيلانس انوفو بلو فخوا، ثم كولي على بغوين كي سيت غوميز اتومبي، إذا نتكلم عن هاد الصمت الذي يحدث مجددا طبعا في بعض الخوف والهدوء. كولي على بغوين كي سيت غوميز اتومبي، إذا نتكلم هنا عن نوع من المطر، نتكلم عن مطر خفيف رقيق فيه برودة إلى آخره، يتميز بالبرودة الشديدة، إذن الذي بدأ يهطل. إذن هذا المطر الذي يظهر بهذا الشكل ويتميز بالبرودة، هذا الشعور لن يكون إلا باللمس. طبعا عندما نتكلم عن تاكتيل، طبعا حاسة اللمس رأينا بأنها تتعلق بالأصابع واليد، لكن ممكن أنها تعني أيضا الجلد، لأن الجلد يمكننا من الإحساس بالأشياء الملموسة، بالأشياء الملموسة. إذن كما رأينا الآن لوسلون سانوفو بلو فخوا كولي على بغوين كي سيت غوميز اتومبي، إذا نتكلم عن هذا المطر طبعا من خلال حاسة اللمس يمكننا أن نعرف برودة هذا المطر. طبعا كولي على بغوين كي سيت غوميز اتومبي سنصنفها في إليمون دوغدا تاكتيل، إليمون دوغدا تاكتيل. طبعا قبل المرور إلى جوغوتيا نأخذ الفقرة التالية. كو فو دير لكسبرسيون إن إيماج ميليوراتيف ديبريسياتيف، كو فو دير لكسبرسيون إن إيماج ميليوراتيف أو بيان ديبريسياتيف، عندما نقول إن إيماج ميليوراتيف ماذا تعني؟ وعندما نقول إن إيماج ديبريسياتيف ماذا نعني بهذه العبارة؟
إذا إيماج نيجاتيف مقصود بها إيماج بوزيتيف، إذا نتكلم عن صورة إيجابية فالوريزونت، يعني أنها تعطي قيمة، لا فالور يعني القيمة. عندما نقول عن شيء بأنه فالوريزون أو بها فالوريزونت في المؤنث، المقصود بها أن هذا الشيء يعطي قيمة، يضفي قيمة، أو بها كيدون لو ميور، الذي يعطي الأحسن. إذا عندما نقول إن إيماج ميليوراتيف، المقصود بها أننا نتكلم عن صورة تعطي قيمة. إذا نتكلم عن لو فيرب أميليوري، أميليوري يعني روندر ميور، يعني أنك تجعل شيئا أحسن، بلو ساتيسفوزون، مرضي بشكل أكبر، بلو ساتيسفوزون. إذا نتكلم عن أكثر إرضاء، شانجي أو ميو، يعني أنك تغير للأحسن، يعني أنك تحسن بمعنى آخر. إذا أميليوري المقصود به أنك تحسن، مثلا أميليوري سا سيتواسيون، يعني أنه حسن وضعيته، مثلا إيل أميليور سا سيتواسيون، يعني هو يحسن وضعيته. نتكلم عن إن إيماج ميليوراتيف، نتكلم عن صورة كما نقول محسنة، أنها تعطي قيمة أحسن. إذا عندما نتحدث عن إن إيماج ميليوراتيف، إذا نتكلم عن صورة تعطي قيمة. إذا كما قلنا بأن ميليوراتيف أن عندها علاقة بفعل أميليوري، يعني حسن أنه غير للأحسن. ثم نتحدث عن إن إيماج ديبريسياتيف، إذا نتكلم عن صورة معاكسة للصورة الأولى. إذا المقصود بهذا المعنى إيماج كيدون إن موفيز إمبريسيون، إذا نتكلم عن الصورة التي تعطي انطباعا سيئا، إيماج كيدون إن موفيز إمبريسيون، إذا نتكلم عن صورة تعطي انطباعا سيئا، تعطي إحساسا سيئا، نتكلم عن إيماج بيجوراتيف، إذا نتكلم عن صورة قدحية، أو بيان إيماج كونتخيغ على إيماج ميليوراتيف كما رأينا، إيماج كونتخيغ على إيماج ميليوراتيف، إذا نتكلم عن صورة عكس الصورة التي تعطي قيمة، إذا نتكلم عن صورة تعطي انطباع سلبي، وتعطي صورة سلبية. ديبريسياتيف تأتي من فعل ديبريسيي، ديبريسيي المقصود به ديمينيي لا فالور لو بري دو، إذا نتكلم عن نقص القيمة، ديمينيي لا فالور، يعني أنك تنقص من قيمة، من قيمة شيء مثلا، وبيا ديمينيي لو بري دو، يعني أنك تنقص ثمن كذا، المقصود بأنك تبخس شيئا قيمته، هذا هو المقصود به ديبريسيي. ديبريسيي المقصود به diminuer la valeur، diminuer la valeur ou bien diminuer le prix de، تبخس قيمة كذا أو تبخس ثمن كذا. المقصود به بمعنى آخر نتكلم عن déprécier، ne pas apprécier، ne pas apprécier، يعني أنك لا تعطي قيمة، à sa valeur réelle، à sa valeur réelle، يعني أنك لا تقدر قيمته أو قيمتها الحقيقية. ne pas apprécier sa valeur réelle، يعني أنك لا تقدر قيمتها الحقيقية. chercher à déconsidérer، تبحث عن عدم تقدير شيء. طبعا يحدث هذا في البيع والشراء، يأتيك شخص مثلا يريد أن يشتري منك شيئا، فيقول لك بأن هذا الشيء مثلا عليه غبار، أو أن هذا الشكل لم يعد مستعملا، طبعا في محاولة للنقص من قيمة هذه السلعة، أو في محاولة للنقص من قيمة هذا الشيء. ثم يسألك بعد هذا كم ثمنه حتى تنزل الثمن. إذا نتكلم عن شيرشي أدي كونسيديري، يعني محاولة للنقص من قيمة الشيء، أو حتى من نقص من قيمة أو قدر شخص. إذا نتكلم عن دي كونسيديري، طبعا دي كونسيديري هي عكس كونسيديري، كونسيديري المقصود أنك تعتبر، أنك تعتبر شيئا، تعتبر شخصا، المقصود أنك تعطيه قيمته. ثم جو روتيان par l'évocation dans une description des couleurs et ou des lumières, des bruits, des odeurs et des saveurs. On suggère un ensemble de sensations visuelles, auditives, olfactives, gustatives et tactiles. Par l'évocation, نتكلم عن le verbe évoquer. Évocation مقصود بها action d'évoquer. هي عملية أن تستدعي. إذا نتكلم عن évoquer، إذا المقصود بها rappeler à la mémoire، يعني أنك تستدعي للذاكرة. action d'évoquer
ايفوكي المقصود بها غابلي على ميموار، يعني انك تستدعي للذاكره. المقصود انك تتفكر في شي حاجه، ملي تتفكر في شي حاجه يعني انك تستدعي للذاكره، تستدعي ذكرى ما مثلا او بيان فير اباريتر بار دي سورتياج، فير اباريتر بار دي سورتياج يعني انك تعمل على اظهار برقيه، او بيان فير اباريتر بار دي سورتياج انك تعمل على اظهار، طبعا نتكلم عن الاعمال السحريه مثلا، انك تعمل على اظهار شيء ما للجمهور للحضور مستعملا مثلا ما يسمى رقيه، فير اباريتر بار دي سورتياج. ايفوكي في الحالتين ان تعني الاستدعاء، انك تستدعي سواء للذاكره، تستدعي شيئا للذاكره، او تستدعي جينا مثلا من اجل اظهار شيء ما. اذا هي تعني استدعى، استدعى للذاكره، او استدعى مثلا ارواحا من اجل اظهار شيء ما عن طريق الرقيه. طبعا نتكلم هنا بار ليفوكاسيون، المقصود استدعاء للذاكره، بار ليفوكاسيون يعني استدعاء للذاكره دون زون ديسكريبسيون. اذا في حاله عندما تستدعي للذاكره صورا ومشاهد معينه، اذا دون زون ديسكريبسيون، اذا عندما تريد ان تصف هذه الاشياء دي كولور، عندما تريد ان تصف مثلا او تظهر هذه الالوان، عندما هنا اي او المقصود اي، في حاله اي المقصود دون زون ديسكريبسيون دي كولور، في حاله وصف الوان اي و المقصود برفقه ما سياتي، ثم في حاله او المقصود انك تاخذ احداهما، يعني ممكن انك تتكلم عن دون زون ديسكريبسيون دي كولور، ثم او دون زون ديسكريبسيون دي لينيير في حاله وصف اضواء، او مثلا دون زون ديسكريبسيون دي بروي دي زودور اتسيتيرا. اذا في حاله وصف مثلا اصوات او روائح او اذواق دي سافور الى اخره. اذا ممكن اننا نتحدث عن دون زون ديسكريبسيون دي كولور، اذا في حاله وصف الوان، و ثم وصف اضواء، وصف اصوات، وصف روائح، وصف اذواق، ثم في حاله او المقصود واحده من هاد الحالتين، اذا في حاله وصف الوان، او في حاله اخرى في حاله وصف يعني اضواء واصوات وروائح واذواق. اذا في هاد الحالتين اون سوجير ان انسامبل دو سونساسيون فيزويل اوديتيف اولفاكتيف غوستاتيف اي تاكتيل. اذا في الحالتين اون سوجير، في الحالتين اننا نذكر ب او اننا نستوحي او نستلهم مجموعه من المعطيات، او اننا نقترح مجموعه من المعطيات. اذا اون سوجير ان انسامبل دو سونساسيون، يعني اننا نقترح مجموعه من الاحاسيس فيزويل مرئيه، اوديتيف مسموعه، اولفاكتيف متعلقه بالشم، جوستاتيف متعلقه بالذوق، لوغو يعني الذوق، جوستاتيف كما نقول متعلقه بالذوق، اي تاكتيل ولمسيه. اذا نتكلم عن مجموعه من الاحاسيس متعلقه بالرؤيه، متعلقه بالسمع، والمتعلقه بالشم، متعلقه بالذوق، والمتعلقه باللمس. اذا من اجل ماذا؟ من اجل ان نصف الوانا، اضواء، اصواتا، روائح، ثم اذواق. لا ديسكريبسيون دي سونساسيون سابوي سور ان فوكابولير بريسي اي ايماجي. اذا لا ديسكريبسيون، نتكلم على فيرب ديكريغ فعل وصفه، لا ديسكريبسيون يعني الوصف. اذا لا ديسكريبسيون دي سونساسيون، اذا وصف الاحاسيس مثل الاحاسيس التي ذكرنا، سابوي عندنا رفاه سابوي يعني اعتمد على او انه ارتكز على. اذا نتكلم عن هاد لا ديسكريبسيون دي سونساسيون سابوي، يعني انها ترتكز وصف هاد الاحاسيس انه يرتكز على ماذا؟ سيغ ان فوكابولير، يعني انه يرتكز على مصطلحات بخيسي، يعني انها واضحه ومضبوطه. في المؤنث نقول بخيسيز، نتكلم عن لوفا بخيسيزي يعني انك توضح وتضبط شيئا كما نقول. ايماجي، طبعا ايماجي المقصود بها اورني ديماج، اورني ديماج المقصود بانه مزين بصور، اورني ديماج يعني انه مزين بصور.
نتكلم عن لو فيرب اغني، نتكلم عن لو فيرب اغني يعني فعل زينة، اغني ديماج يعني مزين بصور. اذا كما قلنا لا ديسكريبسيون دي سونساسيون سابوي سور ان فوكابيلير بريسي اي ايماجي، نتكلم عن وصف الاحاسيس بانه يرتكز على مصطلحات بريسي اي ايماجي. اذا نتكلم عن مصطلحات بانها واضحه ومضبوطه اي ايماجي، وانها مزينه بصور. المقصود هنا هذه الصور نتكلم عن الاوصاف التي سنعطيها حتى تتضح الصوره، هذا هو المقصود هنا. اذا نتكلم عن ادجكتيف كاليفيكاتيف، اذا نتكلم عن نعوت واوصاف نضفيها على هاد المعطيات، على هاد المصطلحات مثلا غروب نومينو، غروب نومينو. اذا نتكلم عن مجموعات اسميه طبعا تنضاف لهاد العبارات او لهاد المصطلحات حتى تضفي عليها صوره واضحه ومضبوطه. سور دي تورنور اكسبريسيف، اذا كما قلنا لا ديسكريبسيون دي سونساسيون سابوي سور ان فوكابولير بريسي ايماجي. اذا نتكلم عن وصف الاحاسيس بانه يرتكز على مصطلحات واضحه ومرفقه بالصور، المقصود انها موصوفه او تتبعها مجموعات اسميه لتضيفها قيمه اكبر وتوضيحا اكبر. اذا هاد لا ديسكريبسيون دي سونساسيون ترتكز على ماذا ايضا؟ سور دي تورنور اكسبريسيف، تورنور تعني اكسبريسيون يعني عباره، او بيان مانيير دونت اون شوز ايفولي، اذا نتكلم عن الطريقه التي ان شيء ما يتطور من خلالها، اذا نتكلم عن شيء يتطور بطريقه ما، اذا هذه الطريقه نسمى ايضا تورنور، او بيان كاركتير. اذا نتكلم عن ميزه، تورنور تعني اكسبريسيون او بيان مانيير دون اون شوز ايفولي او بيان كاركتير. اذا نتكلم عن عباره او الطريقه التي يتطور بها شيء ما او بيان كاركتير، او نتكلم عن ميزه. اذا نتكلم هنا عن دي تورنور اكسبريسيف، اذا كمان نتكلم عن عبارات معبره او نتكلم عن طرق تطور اشياء ما نصفها، نتكلم عن تورنور اكسبريسيف. اذا نتكلم عن تعابير تصف لنا تطورات شيء ما، عمليه ما، او تطورات حدث ما، اذا نسميها تورنور اكسبريسيف. سو جون دو ديسكريبسيون بو دوني اون ايماج ميليوراتيف او ديبريسياتيف سولون لي في ريشيرشي. اذا سو جون دو ديسكريبسيون، اذا هذا النوع من الوصف، نتكلم هنا عن وصف الالوان، وصف الروائح، وصف الاصوات الى اخره. اذا هذا النوع من الوصف طبعا الذي يعتمد على عبارات كما راينا قبلا دي زادجكتيف كاليفيكاتيف او دي غروب نومينو الى اخره. اذا نتكلم عن هذا النوع من الوصف بيردوني اون ايماج ميلوغاتيف، يمكن ان يعطي صوره ايجابيه او ديبريسياتيف او يعطي صوره سلبيه طبعا للمتلقي سولون لو في ريشيرشي، حسب المفعول او حسب التاثير المبحوث عنه من خلال هذا الوصف الذي نعطيه، نريد المستمع ان يتاثر بهذا الوصف. طبعا نختار الاوصاف المناسبه لنحصل على هذه النتيجه كما نقول. اذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.